الحجير حيعطينا لمحة بسيطة عن الأساسيات المتطلبات الأساسية اللي محتاجها أي طالب في المجالات التقنية. زقفة لجعفر. يحكى أنه يا سادة يا كرام في يوم من الأيام ذهب خريج جديد لمقابلة التوظيف في منصب مهندس برمجيات، وبعد السلام والترحيب بدأ المقابل بالحديث. طيب نبدأ في نسألك عن الداتا ستراكشرز. فرد الخريج: والله يا أستاذ يعني بدك تعذرني، بس داتا ستراكشرز درسناها بسنة ثانية فصل أول، تعرف مرة سنين ونسيتها، فلو ممكن نتخطاها ونروح على شيء ثاني. صفن المقابل وبدأ يخربش على ورقة بجانبه، ثم قال: طيب نروح على الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. فرد الخريج قائلا: والله يا أستاذ إنه لما درسنا الأوبجكت أورينتد في الجامعة كان الدكتور جاي جديد على الجامعة وكان أول مرة بدرس وبيعرفش يدرس، فأنا وضعي فيها انبعضع شوي، يا ريت بلاها. صمت المقابل قليلا وخربش مجددا على ورقته، ثم وقف من مقعده ومد يده للخريج: شكرا، شرفنا بمعرفتك، والله يا أستاذ انتهت المقابلة. السلام عليكم ورحمة الله، أنا اسمي جعفر حجير واليوم جاي أحكي لكم شوي عن Essentials for a better ICT student، أو أساسيات لطلاب التكنولوجيا. البرزنتيشن تبع اليوم شوي مختلف، انا حكيت هذا البرزنتيشن نفسه سنة 2014 هون في نفس القاعة، لكن اليوم غيرته لأكثر من سبب، لأنه تطور ما بين السنتين الماضيات، عملت أبديت عليه ونضاف عليه، فهون بتحكي شوية أمور هي عبارة عن ونضاف ورسائل وليس محتوى مقسم إلى مواضيع رئيسية. بداية الحكي اللي بتحكي هذا موجه للطلاب، أتمنى أنه يكون عندنا من سنة أولى حتى موجود هون، في سنة أولى الحمد لله رب العالمين، ثانية تمام، ثالثة ممتاز، رابعة وخمسة موجودين، جميل جدا. هلا بتحكي بعض النصائح والشغلات اللي رابعة وخمسة شاف حاله مضيعهم، حلو يرجع لهم قبل ما يروح على الشركات ويقابل. نبلش أول إشي في الجامعة، الجامعة not a school، يعني أنت لما كنت في المدرسة كنت في صف 11، بعدين رحت على التوجيهي صف 12، لكن سنة أولى جامعة مش صف 13، وبالتالي هون مش مدرسة، وحطوهم بوزارتين مختلفتين، حطوا وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لأنه في اختلاف. وأهم وأبرز اختلاف لازم تكون بتعرفه، أو على الأقل بيعرفه هلأ أحسن ما تعرفوش بالمرة، إنه إذا كان التعليم في المدارس هو teacher centered يعني يعتمد على المدرس، فهون هو student centered يعتمد عليك بشكل كبير. وبالتالي إذا بدنا نحكي عن الجامعة وهمومنا اللي دائما بنشكيها، سواء نحكي عن الجامعة ومشاكلها وأنظمتها وقوانينها، ولا مشاكل الهيئة التدريسية، ولا مشاكل حتى الخطط الدراسية كمان، كلهم فيهم مشاكل. المشكلة في هاي القضايا كلها، يعني لو إحنا جينا قسمنا عملية التعليم لأقسام مختلفة، فأنا بقسمها لأربعة: الجامعة، الهيومن ريسورسز اللي هي المدرسين والهيئات الأكاديمية والإدارية، والقوانين الجامعية ودورنا الخطة الدراسية، والجزء الرابع هو الطالب. للأسف بدي أحكي لكم إنه في تجارب كثيرة بتثبت إنه التغيير في أول ثلاث محاور صعب جدا ويستهلك سنين طويلة.
انت قاعد في الجامعه هون 4 أو 5 سنين، فاذا انت شايف مشاكل فاسهل عامل نغير فيه ونبدل فيه هو انت، لانه انت مش جاي تصلح الكون، مش انت مش يعني مش مطلوب انك تصلح الجامعه ومشاكلها، عبل ما تصلحها بتكون تخرجت وراحت عليك، تمام؟ فهون اعتمد على ذاتك، والجامعات الفلسطينيه اللي خرجت ناس بتطلع على بتروح تشتغل في جوجل او في مايكروسوفت، فهي اكيد لما تيجي تشكي انت ما تشكي من الجامعه، اشكي من حالك لانك انت ما تعبت على حالك. فانا نصيحتي انه خذ دراستك الجامعيه انها مهمه خاصه فيك بارشاد المدرسين وليس هم معلمين، تمام؟ اي كمان شغله انه احنا كنا في الجامعه في المدرسه ندرس صف رابع عشان نصير خامس، وبندرس 10 عشان نصير 11، وبنخلص توجيه عشان نفوت الجامعه، لكن بدك تدير بالك انه احنا ما بناخذ اوكي شرب بدون 70 اللي ورا اوكي اللي بدنا نحكي هون انه انت مش فايت جامعه عشان خلص تتخرج وتاخذ ورقه اسمها شهاده تروح فيها وتضامن مستقبلك. انت هون عم تحكي عن المستقبل، انت فايت بتخصص بدك تطلع فيه بشهاده عشان بعدين تروح تجرب تشتغل. الشهاده هاي وسيله حياتنا الشهادة هي وسيلة عشان بعض الشركات، معظم الشركات مش كلها، بتطلع عليها عشان تكون انت مؤهل انك تيجي وتشتغل عندها في هاي الوظيفة، تمام؟ فهون انت لما تدرس في الجامعة ما تفكر انه انا بس بدي اخذ هالكرتونة واروح، فكر انه انا بدي اروح لمستقبل بعيد. وبالتالي مثلا اذا انت طالب سنة اولى وفتت وتعلمت سي وما عجبكش الوضع، يفضل انك تحول تروح تدرس شيء ثاني ولا انك تكمل، لان الشغله مش والله بدرس 5 سنين وبعديها بحل هربنا، هذا اللي بتشتغله طول عمرك. هذا العنوان انا بتمنى يعني اذا ما طلعتوش ولا بشيء من اللي بدي احكيه يطلعوا بعنوان هاي الفقره. خلي هدفك وجود هدف وجودك في الجامعه الحصول على المعرفه. Get knowledge معرفه وليس علامات، مع اهميه العلامات، تمام؟ لكن خلي هدفك الحصول على المعرفة، لأن المعرفة هي اللي بتضل في بالك. إحنا لما ندرس للعلامات أو ندرس للامتحان نخلي في بالنا كأنه دماغنا بصير مستعد إنه يخزن هاي المعلومات لفترة مؤقتة. وبالتالي وعشان هيك دليل أكيد إذا واحد فيكم إجا بعد ما تقدموا الفاينل في أي مادة بأسبوعين يجي واحد يسألكم عنها تقول إيش فرمتت، ولا اللي عندي فضيته بورقة الامتحان، تمام؟ كلنا بنحكيها هاي. فهون بدك تخلي أساساً قبل ما المعلومة تيجي في بالك، قبل ما تبلش دراسة أي كورس، بيكون هدفك إنه أنا جاي أخذ معرفة وعلم في هذا الموضوع عشان يضل معي للمستقبل، لأنه أنا اللي بتعلمه هون راح يرجع يلزمني بعدين أشتغل فيه. مصادر المعرفة هون كمان نقطة مهمة جداً جداً جداً. لما بدنا ندرس الامتحان وين ندرس؟ سلايدات الدكتور، صح؟ سلايدات الدكتور. وإذا بدنا نتطور بنروح بنجيب أسئلة سنوات سابقة، إذا مش صح احكوا لي كمان أوكي. اللي بتحكيه يا جماعة إنه عشان تحصل على المعرفة مين مكان أي دكتور في العالم، أي مدرس في العالم يبقى بشر، وإنت هون مهمتك جاي تدرس كورس معين عشان بكره بدك تروح تشتغل فيه. وبالتالي لازم تحاول تحصل على المعرفه كامله. يا جماعه الخير المعرفه موجوده في الكتب. لما بعطونا الخطه الدراسيه في اول الفصل دائما اجباري يكون من الجامعه مجبور الدكتور يعطينا تكست بوك اسم الكتاب المعتمد للتدريس في هذا الكورس. نصيحتي اقرأوا التكست بوك واعمل حسابك انه انا بديش اعبي الفصل عندي 20 ساعة و10 صيفي وبالاخر بس يا دوب الحق ادرس سنوات سابقة وبعدين صيدلة الدكتور. حاول تركز في يعني موادك المادة اللي بتدرسها من الكتاب تكسبها وعن تجربة. ففوائد القراءة من الكتاب تاخذ معرفة كاملة في اكسرسايزز، وكمان شغلة مهمة رح اجيها بالاخر بتبني لغتك الانجليزية التقنية اللي حكى عنها الاستاذ محمد نزال قبل شوي عن موضوع اللغة الانجليزية عنه. كمان شغلة
في الحصول على المعرفة في دائما هذا السيناريو البسيط، أول يوم جامعة بيجي مرحبا شباب كيف حالكم؟ أنتم معانا هندسة كمبيوتر، معاكم هندسة كمبيوتر، أنا اسمي جعفر، شو أخبارك؟ شو عاملين؟ شو رأيي يا شباب؟ والله أنا بإذن الله بدي أخلص هالخمس سنين وأطلع أروح أدرس ماستر كمبيوتر انفورميشن سيستمز في جامعة مانشستر لبريطانيا، هذا من أول يوم قبل محاضرة الكالكولس، تمام؟ فبيجي وحاسم أمره على هذا الموضوع وحاسم وباني كل تفكيره على هذا الموضوع، بالتالي بدي أكمل دراسات عليا بالغالب مع احترام لهم، مش اوفنسير، بس هون اللي بصير بالعاده هيك انه هو بيكون بركز انه انا بدي اجيب علامات، وبالتالي اذا الدكتور بيجي يا شباب اعملوا لنا الهوم ورك الفلانيه، الدكتوره كم علامه عليها؟ اذا عليها علامات هي اشتغلناها، ما عليهاش علامات بتلزمش، تمام؟ بصير باني كل تخطيطه وكل تفكيره وكل مرحله الدراسه تبعته على هم اجيب علامات عشان اجيب المنحه عشان اطلع اجيب الماستر. وللعلم هدول اربع او خمس سنوات ممكن تتغير فيهم ظروف الدنيا كلها، ممكن انت تصير عندك تغيرات ماليه او اجتماعيه او اقتصاديه بحيث ان انت تبطل عندك القدره تسافر. بالتالي هذا اللي ركز على العلامات وما ركزش يشتغل في ايده غالبا بيروح رغم معدل عالي جدا، لكن لما يروح يقابل في الشركات للاسف بتغلب. واسالوا زملائنا اللي بيقابل في الشركات كلها قديش بيجينا ناس فوق التسعين وللاسف بخيبوا الامل في المقابله، مش الكل مش تعميم بس هذا بصير في حالات كثيره. كمان برضه اللي بفكر انه بس بده يشتغل وانا والله ما بدي اكمل ماستر، تقتلش الخيارات، انت في عندك عده خيارات، انت ممكن تروح تكمل دراسات عليا، ممكن تروح تكمل تشتغل تتوظف، ممكن تروح لخيار رياده الاعمال انك تفتح شركه او مشروع خاص. في كل هدول يعني هدول خيارات كلهم متاحه، انت ما تسكرش على حالك ابواب، حلو تركز في شيء معين لكن خلي باك اب بلان على اساس لما قدرتش تسافر بتصير انه الجامعه على وقتك الجامعه بتهشم على عدد منح مثلا، فانه انت ما تسكر على حالك خيارات هي من الاساس مفتوحه لك، كون جاهز لكل الخيارات. اللي بحكي فيه هلا اللي هو التوازن، خليك متوازن بين الخيار الاكاديمي والخيار المهني، خلي الخيارات مفتوحه. بين العلامات والمعرفه برضه وازن بينهم. ما بديش حدا يجيني بعد سنتين من الحضور هون، صارت معي، بديش حدا بعد سنتين يجي يجيب لي سي في لتدريب او لتوظيف ويكون معدلاته كلها في الخمسينات والستينات وما جاورها ويقول ما انتم حكيتوا في طالب خبير انه العلامات مش مهمه. العلامات مهمة لكن هي 90 مثلا لا تعني انه انت خلص جاهز وراح تتوظف مباشرة، تمام؟ بالمقابل صعب جدا تقنع اي بني ادم انه هذا الشخص اللي معبي لي شهادة بقولها الستينات ومتخرج بست سبع سنين وحامل ثلاث ارباع مواد شعبته او تخصصه هذا انسان ناجح، صعب شوي ماشي الحال، فوازن بين هاي وهاي، لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم. كمان شغله بين الساينس والتول، خصوصا الجماعه اللي بدهم يكملوا دراسات عليا، بقعد يفكر انا بدي اهتم بالساينس بالعلم بالنظريات واعمل سيرش. اي شيء تطبيقي بيكون بعيد عنه. وهي مشكله بتصفي لما بده يروح في حال اضطر يشتغل، بتلاقي انه هاي المشكله وارده جدا، بحيث انه بيجيك اول على دفعته في التدريب وتعطيه نزل ابلكيشن، ويندوز ابلكيشن نزل عن ويندوز يتغلب في ثلاث ايام. تمام؟ فحلو هاي شخصية للي بدهم يشتغلوا، شخصية الإنسان اللي بكعكش هذا تحديدا، سوري الصبايا مش بس سوري، يعني حلو تجيبي 90 وحلو تسكري كل موادك، لكن برضه بالآخر أنت لو بدك تروح تشتغل بدك تكوني كمبيوتر إنجينير، مش رح يكون سهل على مديرك لكل صغيرة وكبيرة يجي ينزل لك الإكليبس مش عارف تنزليه مثلا على أبلكيشن أو، تمام؟ فاشتغلوا، حاولوا جربوا، غيروا. عندكم راوتر في البيت جربوا شو بصير فيه، لو فتحت على ادمنستريشن شو بقدر اعمل فيه مثلا، جرب على الكمبيوتر عندك، جرب اقرا ارتكلز وجرب اي شيء فيهم، نزلي تقول هيك من قبل بس للمعرفه مش اكثر. اوكي، حكينا عن البالانس، حكينا عن جيتنج نولج، هلا موضوع الوقت الفراغ. طبعا كمان بالجامعات عندكم مش وقت فراغ صح؟ مين بأيدني؟ واحنا في الجامعه بنكون عارفين ان احنا مضغوطين مشاريع وهم وركات وامتحانات مش عارف اشتغل مشروع التخرج ولا الماده ولا القصص هاي، بس بعد ما نتخرج ونروح نشتغل نكتشف انه اكثر ناس في الدنيا عندهم وقت فاضي وعندهم فرص موظفين طلاب جامعه، وبعديها بنصير ندفع هذا الوقت الفاضي.
فلذلك وقت الفراغ اللي عندك اللي موجود نقدر ندبره. حاول بداية احصل على معرفة زيادة إذا خلصت الكتب، تمام؟ هذيك نقطة أساسية مهمة جدا. المادة تدرسها من الكتاب تكسبها، وركز إنه على الأقل أنا بالفصل هذا مثلا عندي داتا ستراكشرز وديجيتال سيستمز، على الأقل هدول المادتين لازم أنا أمشي فيهم بالكتاب شوي شوي، وستقولي بتكسب. كمان شغلة، تدرب عملي، اشتغل. يعني أنت ماخذين مادة سي ماشي الحال، الامتحانات كلها كتابة، نكتب كود كتابة، لكن لما تروح تجرب تكتب هذا الكود اللي انت عم تاخذه ماده السي، او انت مثلا عم تاخذ داتا بيس سيستمز، اروح انزل ماي اس كيو ال عندي على الكمبيوتر واجرب انزله، راح تلاقي انه في مهمه شاقه بين هذا وهذا. لكن هذا هو اللي بالاخر الشغل. بكره لما تروح تشتغل مش رح يجي مديرك يقول لك بدنا نعمل فورم للريجستريشن لهذا السيستم، مش رح تروح تكتب الكود على ورقه وقلم، رح تروح تنفذه، تمام؟ ولما تروح تدرب برضه نفس الشيء رح تروح تنفذه. فاكسب هاي انه طبق عملي قدر الامكان المواد اللي بتاخذها. الاسبوع عندنا 24 يوم، عندنا في اليوم 24 ساعه في اليوم، ضرب 7 بيطلع رقم معين. هذا الرقم المعين اللي ناخذ منه ساعه، وهي انا شغله بشجع جدا عليها. طبعا احنا كنا في الجامعات، واكيد بكل قسم بكل دفعه في كل 3-4 هذول شغل مع بعض، صح؟ تمام. هذول من الجميل انه هاي الشغله اللي قاعدين الثلاثه او اربعه نقترح على حالنا ساعة في الأسبوع نقعد فيها في مكان ما، في الجامعة، في قاعة، في كافيتيريا، ونقرر إنه كل مرة واحد يجيب لنا أرتيكل عن إيش جديد في التكنولوجيا في تخصصنا ونقرأه، يحكي لنا عنه، نتعرف عنه. ساعة جروب ديسكشن، هاي بتفيد كثير، تأخذ أفكار زيادة، تتعرف على شغلات زيادة ما بتعرف أنت بتلزمك. كل المعلومات الزيادة اللي راح تاخذها سواء في الجروب ديسكشن او في شغلات ثانية انت راح تتعلمها لما احكي كمان شوي، هاي كلها بتطلع معك متى يا جماعة الخير؟ يوم مشروع التخرج. يوم مشروع التخرج، لانه راح تصير كل واحد فينا داير على الدكاترة، يا دكاترة يا دكتور ان شاء الله فكرة مشروع، بدي فكرة مشروع، كلنا بصير دايرين على فكرة مشروع، ببلش احكي مع كل واحد بعرفه في الشغل، مرحبا جعفر كيف حالك؟ بكره عندي الساعة 8:30 لازم اسلم للدكتور فكرة مشروع، هات لي فكرة مشروع تجيب 90. هذا بصير دائما. اوكي؟ فانا اذا بجمع معرفه زياده هاي اللي بتكون اساس انه ابلش افكر انا في مجالات اضافيه وتعطيني مجال افكار لمشروع التخرج. كمان شغله، اذا انت فاضي في بارت اوف ذا تك كوميونتي، يعني اذا في ستارت اب ويكند شاب، واذا في هاكاثون شاب، واذا في شيء زي لقاءاتنا بس تقنيه، مش لانه لقاءاتنا بس تقنيه لكن شاب، ابسط فائده ممكن تاخذها من المشاركه في الفعاليات المجتمعيه زي هيك هي شبكه علاقات. كيف يعني؟ يعني اليوم مثلا عندنا زياد من شركه اكزوت، انا لما جيت اليوم على الايفنت لاول مره باجي بتعرف، بصير بعرف انه في عندي شخص اسمه زياد حباب في اكزوت تكنولوجيز، بسلم عليه اليوم، باخذ ايميله، ولو بعد سنه بدي تدريب او بعد سنتين تخرجت بدي اتوظف، بصير في عندي كونتاكت، بدل ما اروح انا ارمي الايميل على الايميل الموحد اللي الكل ببعث عليه هذا ايميل الوظائف، انا ممكن ابعث او اتصل تليفون، مرحبا زياد، انا فلان شفتك في لقاء طالب خبير وحابب اتوظف عندكم. هون بيكون الموضوع الشخصي مش واسطه، لكن على الاقل عندك كونتاكت، شبكه المعارف هاي هي اللي بتفيدك وما بتعرف انت بتفيدك، ممكن في مشروع التخرج تفيدك. لما في يوم من الايام يلزمك ان واحد يشتغل على مونجو دي بي، وانا بعرف فراس ما بيشتغل مونجو دي بي، لكن بدلني على حد من الشركه تساعدني في مونجو دي بي، هذا مكسب اساسي من المشاركه في الفعاليات المجتمعيه. عشان هيك انا بدعوكم قبل شوي، ماما حكت عن التطوع في لقاءاتنا بس تقنيه، انا لو محلكم بحاول افوت في كل هاي القصص، لانه مكسبها واضح واقل مكاسبها بناء شبكه علاقات قويه. هاي شغلة مهمة جدا 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 برضو، تركيز شوي زيادة على الصبايا، موضوع keeping updated. شو يعني؟ يعني أنا أول ما خرجت من الجامعة كان وقتها العز في البلد للفلاش، تعرفون دبل فلاش، كان العز في البلد للفلاش، كان الدكاترة عندنا بالجامعة يحكوا لنا عن فلان من خريجين الجامعة اللي ما صار نص سنة بيشتغل صار باخذ راتب 3000 دولار لأنه حريف فلاش، تمام؟ هذا الحكي بال 2008-2009. اليوم وين فلاش؟ حد بيشتغل على فلاش هالايام؟ ايش؟ لا الاندستري.
اوكي. بالتالي فلاش كتكنولوجي ماتت، وبالتالي ما راح تروح على شركه تشتغل فيها. بالتالي لو انت انسان ما بدك تطور على حالك، نصيحتي روح ادرس تاريخ. التاريخ غالبا ثابت، فيش هذا كثر اللي بيقولهم بكتاب، بس غالبا مش راح تسأل، يعني مش راح تروح تنام بال 2008 تصحى بال 2012 تلاقي انه الخلفاء الامويين صاروا زادوهم 10 مثلا. ماشي. بس في التكنولوجيز في 2008 كان الحكي عن HTML وجافا سكريبت، هلا صار في HTML 5. ايامها كان الجافا سكريبت هي لغه مش حلوه بتعملها عشان شويه شغلات يو اي على الكلاينت. هالايام صارت الجافا سكريبت بتشتغل على السيرفر بالضبط. فاذا انت بدكش تشتغل على حالك روح ادرس تاريخ. هذا ما انك انت رضيت تدرس تخصص من تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فانت الزمت حالك انك تضلك ابديتد. ما بزبطش تطلع المعلومات اللي بتاخذها حتى من الجامعه، والجامعات حتى قدر يعني قد ما تحاول تعمل ابديت بزبطش الجامعات تضل تلاحق التكنولوجيا، لانه انت بتشتغل على التكنولوجيا هلا عم بيطلع فيرجن جديده منها عم تضيع كل اللي بتعرفه. تمام. و باخذها كوت عن حدا، احنا في الجامعات مش جايين نتعلم كيف نبرمج، احنا بنيجي على الجامعات عشان نتعلم كيف نتعلم البرمجة. لانه اذا جيت على الجامعة وعشان اتعلم سي وجافا والقصص هاي، بكرة في الشغل العالم واسع. واحدة من الشغلات اللي بركزوا عليها جدا في المقابلات هي انه الشخص عنده قدرة على التعلم الذاتي. بالتالي مثل ما قلنا بدكاش تعمل ابديت لحالك واحد درس تاريخ. كيف اعمل ابديت لحالي؟ في كثير شغلات منهم هدول. مين بيعرف على الاقل واحد من الواقع هاي اللي على الشاشه؟ جماعه انسان طلاب، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. يا الهي وضعنا كارثي جدا. تمام. بما انه احنا موجودين على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى كل السوشيال نتوركس هذول، فانا نصيحتي روح على الفيسبوك اعمل لك ليست. مش في ليست لشغلات الاصدقاء وهدوين هاي في جروبس وهالقصص هاي، اعمل لحالك ليست واعمل لايك لصفحه هذول المواقع، او فوت على تويتر واعملهم فولو بس خليهم الهم. حاول على الاقل طلع لك في الاسبوع اعمل لك ساعه عشان تقرا فيها ارتكل واحد من هاي المواقع. هاي المواقع تك رانش وانجاجت وذا فيرج، هذول كلهم تقريبا اشهر مواقع العالميه اللي بنشر اخبار تقنيه. تمام. اقرا من هذول، تقراش بالعربي. تمام. ليش تقراش بالعربي؟ فيش كونتنت بالعربي، لانه عمليه الترجمه صعبه للعربي، ولانه كمان شركات القطاع الخاص بالبلد منها انجليزي، فطريقة مهمة جدا عشان تبني قدرات اللغة الإنجليزية اللي عندك. أوكي. كمان شغلة تعرفوا على محطات مصرية البرنامج اللي بيجي بيعملوا مقابلات في ناس بيسألوا إنه سمعنا إنه أمريكا قررت تحرك خط الاستواء لفوق شوي، شو تأثيرك على الموضوع؟ فواحد فيهم بيطلع بيحكي إنه أنا بعرفش أعيش بدون خط الاستواء. تمام؟ شو اسم البرنامج؟ أرجوك متفليش. وانت كطالب الجامعة، وانا لو ارجع طالب الجامعة بحكي لحالي أرجوك متفليش. احنا في الجامعة قد ما يكون طلاب سنة أولى ولا خامسة مظهرتنا بتكون شوي محصورة، ما عنديش عن حقوق العالم كله. تجربتي الشخصية في الموضوع بزماني وانا سنة خامسة، في حد دكاترة الجامعة هون؟ ليش حدا؟ يا ما توصيش. وانا بسنة خامسة القسم في عنا مواد اختيار القسم، فالقسم نزلنا كومبايلر، فاحنا زعلنا ورحنا للقسم يا جماعة الخير سنة خامسة نزلنا اشي نشتغل فيه نستفيد منه، شو بدنا كنا؟ نزلنا فلاش. تمام؟ مرضيوش، نزلنا كومبايلر، درسنا كومبايلر وخلصناها. تخرجت رحت اشتغلت مشروع ست شهور ادوبي فليكس، بعدها فتت على سيسكو، وانا اليوم في سيسكو، ومضيت على الاقل اربع سنين. في الاربع سنين هذول نص الكود اللي بكتبه في شيء اسمه regular expressions اخذناها في ماده الكومبايلر اللي انا كنت بدي شيء اياها، واللي عفوا انا كنت شايف انها مش مهمه. تمام. فانت بالجامعه
رح تطلع رح تسمع من ناس كثير، رح تشوف فلان بيشتغل بيحكوا عنه بيشتغل فلاش ويا ما شاء الله عنه، فلان بيشتغل في النتوركس، فلان بيشتغل في البروجرامينج مالوش في السيرفرز وهالقصص هاي. فببلش اسمع انا من كل واحد وبناء عليه ببني رايي انه هذه الماده مهمه وهي الماده مش مهمه. تمام؟ يوم بروح نطلب انه نبدل الكومبايلر، دكتور ايمن حيس حكى لنا انه انا في صاحب لي التقيت فيه من فتره صار له 10 سنين بيشتغل في الاي بي ام وبيشتغل بلغه السي. وانا لما رحت اشتغلت والريجولار اكسبريشنز كتبتهم بلغه اقل من سي. تمام؟ فيش ولا لغه بتنزلش. اول امبارح صديقي بعث لي ارتكل عن انه وزاره الدفاع الامريكيه وتحديدا الشغلات اللي لها في القوى النوويه والاساس هاي لساتهم عم بيستعملوا الفلوبي ديسك ال 8 انش الكبير، لساتهم بكتبوا كود بالاسمبلي. تمام؟ فانه فيش ولا ماده مش مهمه، انا بذكر كم ماده هون لاني انا تعاملت معهم او بشوفهم مهمات، لكن كل كورس تاخذه في الجامعه خذه على اساس انه مهم. البرمجه السي مثل ما حكيت باختصار فوت فوق السي. حسيت حالك مش حابب التخصص مش حابب البرمجه مع احترامي قد ما تلف الدور خلص غير هذا منهج حياه مش والله شهاده تخلص منها. الداتا ستراكشرز والاوبجكت اورينتد هذول اللي حكيت عنهم في المثال الاول صح؟ اللي هذول ناخذهم ننساهم. اذا انت رايح تقابل في وظيفه سوفت وير ديفلوبر في شركه اوت سورسنج بفلسطين فغالبا ربع المقابله داتا ستراكشرز وربعها الثاني اوبجكت اورينتد، بعدين ال 50% الثانيات بتوزعوا على ما تبقى حسب الشركه. داتا بيس سيستمز حاول اشتغل ولما تلاقي عند حالك وقت يعني حتى لو الماده لانه في بعض جامعات بتعطي ماده داتا بيس ثيوري بدون بروجكت، فحتى لو جامعتك او قسمك بعطيك الداتا بيس بدون تطبيق عملي روح انت واخترع ابلكيشن اخترع لك مدرسه ولا مستوصف واعمل فيه اعمل بروجكت. وإذا عندك أنت في بروجكت ولقيت حالك بعدين عندك وقت فاضي في شيء بالداتا بيس سيستمز احنا بعطونا بالجامعة عن الأوراكل ماس كيو ال أو اس كيو ال سيرفر. هلا أيام في شيء اسمه نو اس كيو ال داتا بيسز واللي بيستعملهم السوشيال نتوركس مثلا فيسبوك لفترة من الفترات كان يستعمل داتا بيس اسمها كاساندرا داتا بيس. فور سكوير كانت تستعمل شيء اسمه مونجو دي بي. في شغلات ثانية اسمها جراف دي بي. هذول كلهم منهجية ثانية اسمهم نو اس كيو ال مقابل الـ SQL Database اللي نعرفهم اللي فيهم Select Statement والـ Tables وهدول. فهذا إشي حلو تعرف فيه لأنه كثير من الشركات المحلية حالياً عم تشتغل في Projects تستعمل فيهم هدول الشغلات. أنا شخصياً اشتغلت لعدة حوالي سنة على كل شغلي كان تعامل مع Mongo Databases. في الويب طبق عملي قدر الامكان، واذا حتى لو بعطوك الويب على الاتش ام ال عادي وجيت عندك وقت فراغ تعلم اتش ام ال 5 تعلم سي اس اس 3 تعلم جافا سكريبت. جافا سكريبت واحد من الفريم وركس اللي عم تعبي الدنيا في الجافا سكريبت، تعلم لك على الاقل واحد فيهم. اوبريتنج سيستم ونتوركس. اوبريتنج سيستم تجربه شخصيه، ركز انك تطلع حريف يونكس حتى لو الكورس فيش فيه عملي. تمام؟ شخصيا على ايامي ايام تخرجت حسيت انه في شويه ضعف لانه الماده بدون لاب. لو في حدا هون من الجامعه فاتمنى تفكروا انه يكون في اوبريتنج سيستم لاب. لو ما فيش لاب انت كطالب بكره لما تروح تشتغل يجي مديرك يقول لك انه اخذنا بروجكت مع الشركه الفلانيه وكل السيستمز اللي عندهم كلها يونكس بدك تدبر حالك. تمام؟ فانت حاول تعلم بنفسك، تصير تتعلم تعرف تشتغل على اليونكس على الشيب تبعتها وعلى اكثر من شيب، تعرف الكوماندز تبعتهم، تصير حريف فيهم شوي صغيره، لانه مش كل الدنيا لما تروح تتوظف مش كل بروجكت بدك تشتغل فيه رح يقول لك يلا بدنا نعمل كالكوليتر، رح تقول نفتح انا بحب النت بينز مثلا رح اروح انزل نت بينز على ويندوز واعمل نيو بروجكت، غالبا مش رح تعمل نيو بروجكت بحياتك، رح يكون في كود مكتوب وتكمل عليه وحد بعدين يجي يكمل عليك. شركات كبيرة برضه بتفضل عشان توفر في اللايسنسز وعشان البرفورمانس أحسن إنها تستعمل يونكس بيست سيستمز. تمام؟ النتوركس، النتوركس لأني بشتغل في سيسكو لأن قعدت لفترة أقابل الناس معانا في مشروع سيسكو، فأنا بدي أحكي لك كلمة واحدة مش رح أزودها. إذا بدك تروح تتعلم وتطور حالك بطريقة ما بالطريقة المشهورة اللي بيعملوها كل طلاب جامعاتنا في النتوركس تقتلش الثيوري.
طلاب جامعاتنا بتعرفوا حاليا في نمط سائد، انا بخلص الماده النتوركس بعدين بروح بعمل شيء خطوه ثانيه. هاي الخطوه لما تروح تاخذها ركز انه ما تنساش الثيوري فيها، واللي ما فهمنيش بقدر يسالني بعدين او برا. اوكي، في التدريب العملي جوز الوالده بس. اوكي، في التدريب العملي بالنسبه لاغلبنا فصل الصيف تبع التدريب العملي هو فصل سياحه وسفر، بدل ما اضل مربوط انا في الجامعه بصير بطلع بروح على رام الله او بروح على عمان او بروح على شركه، تمام، وبروح بنصف اجواء الشركات الحلوه هاي وهالقصص هاي. للاسف انه فرصه سياحه وسفر بالنسبه لكثير منا، لكن انا حطيت سلايد لموضوع التدريب عشان تركز عليه. مين لسه ما راحش تدريب؟ تمام، في نسبه كبيره. النصيحه اللي بحكيها، اول شيء ركز انك تروح تاخذ تدريب في مكان تستفيد منه، تمام؟ ما تركزش المكان الاسهل والاحلى، في اماكن حلوه للتدريب، جوها حلو فايع تمام حلو وفي الشغل كثير وببساطه خلص بضل يا دوب اليوم اشتغل ساعه زمان. هاي الشغلات انت بتضيع حالك على فرصه لفرصه، صدقا ما بمر اسبوع بيجينا واحد بدي تدريب ببلاش بالشركه عندكم، طب مش دربت ايام الجامعه؟ بس انا ما استفدتش. ففرصه التدريب لانه شركاتنا المحليه قدر الامكان استيعابها صعب بالقدرات لحتى تقدر تستوعب اعداد كبير من المدربين، وبالتالي غالبا 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 مع فرصه واحده للحصول على تدريب هي تدريب الجامعه غالبا، تمام؟ فاستغلها صح، روح ركز انه تعرف وين الشركه اللي راح تشتغل فيها، تركز على مكان مستوى عالي، ما ترضاش في القليل. مع الاحترام الشديد، انا من اسبوع زمان التقيت مع شخص بده يروح يتدرب في مكان عشان يعمل داتا انتري، يعني بدهم يروح تدريب على مكان بدهم ينقلوا ويب سايت قديم على ويب سايت جديد، فبده يروح يعمل كوبي من هون بيست على هون لمده شهر زمان. لا انت استفدت وفرصه التدريب ضيعتها لحالك، فركز انك تحصل على تدريب جيد. الشغله المهمه كمان، لما بدك تحاول تتدرب ما تفطنش باول يوم تدريب ابلش اشوف الشركات وين هي. يعني مثلا في اكزولت احنا من اسبوعين تقريبا خلصوا مقابلات التدريب، صح؟ والوضع كل على الاخر. فللاسف لهلا في طلاب سواء لنجاح او من غيرها بيجي هلا بتذكر انه بدي تدريب. حاول اذا انت بعد رابعة بتاخذ تدريب بالعادة، حاول قبل 5-6 شهور قبل ما تبلش الأزمة روح احجز حالك في الشركة اللي انت حابب تشتغل فيها. شغلة مهمة كمان في التدريب، في كثير من الشركات والشركة اللي بشتغل فيها هيك في مقابلة للتدريب. كيف يعني مقابلة للتدريب؟ طب انا جاي اتدرب جاي اتعلم، كيف بدكم تقابلوني؟ من الآخر وبكل صراحة متناهية، الشركات بتطلع على التدريب كفرصة للحصول على موظفين أكفاء. وغالبا لما بدهم يدربوا شخص فغالبا في عندك موظف مشرف على تدريب راح يروح على الاقل 20% من وقت شغله راح يروح عليك، وبالتالي هم دفعوا مصاري. فهم بيطلعوا على التدريب العملي كفرصه انهم يستثمروا هذا الوقت تبع موظفينهم في شخص صالح انه يكون موظف بعد سنه. بالتالي بيقابلوه في الاساسيات، عشان اذا مش نافع لا نضيع وقتنا بواحد منيح، تمام؟ فعشان هيك قبل فصل التدريب برضه او لما تبلش تحكي مع الشركات وتروح مقابلات تدريب ركز انك تراجع اساسياتك عشان ما تحكيش زي ما قلنا اول ما بلشنا نسيتها يا استاذ. كمان شغله مهمه انه غالبا الشركه اللي بدك تروح تتدرب فيها راح تمضي تقريبا فيها شهرين، تمام؟ في حال رحت تدربت بعدين روحت على الجامعه خلصت السنه الاخيره وبعدين قدمت توظيف لهي الشركه رح يقابلوك، بس قبل ما يقابلوك رح يروحوا يسألوا اللي دربك كيف كان فلان. إذا كانت الفيدباك سيئة فغالبا أنت ضيعت على حالك فرصة توظيف بهاي الشركة وحتى ما رح يقابلوك، تمام؟ فركز في الشهرين اللي بتفوز فيهم إنك في أي شركة إنك تترك انطباع جيد عنك، لأنه غالبا 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 إذا تركت عنك انطباع جيد بما فيه الكفاية وانت جاي اخر يوم عشان تسلم التقرير تبع التدريب من المشرف تبعك احتمال كبير يجي يقول لك تيجي تشتغل معنا بارت تايم وتمضي عقد توظيف.
وصار تمام. فاترك انطباعات جيدة عن حالك. حكيت عن الإنجليزي بس بتضحكي بزيادة شوية صغيرة. حكى زميلنا شوي عن شركة عسل وكيف إنه شغلها للخارج أكثر اللي هو بسموه outsourcing واللي هو يترجم بالعربي إلى التعهيد إلى الخارج أو الاستعانة بمصادر خارجية تمام؟ هذا أكبر الموظفين لخريجين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هم من هذا القطاع. وبالتالي فغالبا من المهم انك انت تكون عندك لغه انجليزيه منيحه تمام. وفي بعض الشركات مثلا كمان شوي راح يحكوا انه في بعض الشركات اذا انجليزيتك مش منيحه بتكون انت موظف ما لك علاقه مباشره مع الكاستمر، وفي شركات ثانيه للاسف بتضيع عليك الفرصه لانه الشغل بيكون دائما مباشر فبتضيع عليك الفرصه بيكون تكنيكال منيح لكن تعرفش تحكي انجليزي فممكن تضيع على حالك فرصه. والسؤال القوي كيف اضبط انجليزياتي؟ وهون نرجع اللي حكينا بالاول، اذا بتقرا الكتب بصير عندك لغه انجليزيه قويه غصبا عن مين مكان. ليش؟ لانه الكتاب مكتوب بانجليزي لغه تكنيكال. غالبا اول ما ابلش بدي ادرس اول كتاب راح اتغلب واتبهدل في المعاني وتفتح جوجل ترانسليت والقصص هاي، بس شوي شوي بتصير عندك انجليزيه قويه بتصير تقدر تعرف تعبر عن حالك. مش شرط مش رح تيجي للكستمر تقول له بنفتح كورس هون او بنلف على اللوبه هو القصص هاي، فبيكون عندك لغه انجليزيه وترمينولوجي منيحه. والشغله الثانيه قراءه مقالات اللي حكينا بتجيب لنا افكار مش لمشروع التخرج، لا كمان في لها فائده ثانيه انها بتقوي لغه الانجليزيه لما بصير اعرف مصطلحات. وهون في قصه صارت بشهر 2 الماضي، لقاءاتنا بس التقنيه نظمت فعاليه جوجل هاشكول. مين حضر منها؟ مين كان مشارك في هاشكول؟ تمام. في هاشكول واحده من ابرز المشاكل اللي شفناها عند الفرق المتنافسه كانت مشكله الانجليزي. ليش؟ لانه جوجل اعلنت المشكله تقريبا الساعه 8 الا ربع بتوقيتنا، وعلى اساس انه يخلص تسليم الحلول الساعه 11 ونص بتوقيتنا. تمام. للاسف كمشرفين الساعه 10 ونص كنا نفهم الفوضى، لكن لسه في فرق يعني ضايل ساعه التسليم، في فرق كانت عم تترجم على جوجل ترانسليت المصطلحات. مسابقه جوجل هاشكود للسنه هاي كانت عن درونز واللي هي طيارات بدون طيار. تمام. لاي واحد بتبع اخبار تقنيه كان انا هاد سنه كل المواقع شبيه هذول اكتفهمت شوي وحكيتهم، هذول المواقع كانوا مطبولين هم وغيرهم، كل الاعلام العالمي كان مطبول في انه شركه امازون. مين بتعرف ايش امازون؟ تمام. اوكي. في شركه امازون من سنه طبشت الدنيا انها بلشت تستعمل الدرونز لتوصيل الطلبات. بتعرفوا امازون بتبيع بتبيع كتب وغيرها، فهي صارت تستعمل درونز طيارات من طيار عشان توصل الباكجز للزبائن تبعهم في داخل الولايات المتحده. اي واحد بتبع اخبار تقنيه كان على الاقل يومها قرا شو درونز، بعرف ايش بروح على جوجل ترانزيت بعمل درون بتطلع لي طياره من طيار بصير بعرفها، لما باجي على هاش كود بضطرش اترجمها. تمام. فهاي مهمه جدا انك تصير تقرا. ما قراتش غالبا راح تعاني بعدين في مصطلحات في تكنولوجيا جديده في لانجوج جديده بتكون لانجوج صارها نازله 4-5-6 سنين، لكن لانه حضرتك ما بتتبع لانه مثلا في الجامعه ما دخلت ضمن المنهاج انت ما سمعت فيها، بتروح بتلاقي حالك متاخر قليلا عن زملائك الثانيين. فضروري جدا نشتغل على الانجليزي، ضروري جدا نشتغل على انه نبني معرفتنا. شغله مهمه وبصدر الشرح هيك. اوكي برفع لكم السلايدز. في شيء اسمه التطوير الذاتي. التطوير الذاتي بتحكي عن زي ترند صار له بجوز 4-5 سنين طلع في العالم، واللي هي المنصات المحتوى التعليم الالكتروني المجاني على الانترنت. شو يعني؟ يعني 4-5 سنين صار في موضه انها تيجي جامعه مشهوره وتقول انه احنا كل مساقاتنا اللي بندرسها هيها على الويب سايت واللي بده يفوت يدرس يدرس. عن مين بنحكي؟ نحكي عن الجامعات اللي بنطلع عليها احنا هيك دائما واحنا دراستنا نسمع، خصوصا في المايكرو ريسيرش هيك تسمع التكنولوجيا الجديده واز ديفلوبد ان ام اي تي او ستانفورد او غيرها.
هذول الجامعات كلهم حاليا مساقاتهم كلها موجودة على الإنترنت للي بده يدرس ببلاش. تمام؟ منها هون هي MIT تحت، ستانفورد تحت. لفوق هدول منصات مختلفين شوية صغيرة. كورسيرا هي زي منصة تتعاون مع الجامعات عشان توفر مساقات زي هيك مجانية. أنا من يومين ثلاثة نشرت عن زي دورة ببلاش للتحضير لبرنامج التوفل. تمام؟ وغيرها على كورسيرا بتتعاون مع جامعات سواء أمريكية أو حتى جامعات في الصين أو في أستراليا أو وين مكان عشان توفر مساقات مجانية. دائماً في مساقات عم تفتح، يعني فوت على أي يوم فوت على كورسيرا، فوت على كامنسون بتلاقي إنه في شغلات جديدة راح تبلش تقدر تفتح فيها ببلاش. ولو بدك شهادة بدك كرتونة، إذا أنت لساتك عايش في عصر الكراتين وبدك كرتونة تدفع $50، لكن بدون $50 هدول فعندك فل أكسس لكل الماتيريال هاي بس تتعلم. هاي كورسيرا في يوداسيتي خليها للآخر، edx.org هو موقع لتحالف مجموعة كبيرة من الجامعات الأمريكية لنفس الفكرة عشان يوفروا برضه مساقات إلكترونية مجانية لكل العالم. بضل يوداسيتي هي شركة حتى مختلفة شوي صغيرة بمصاري، لكن في ورك اراوند اللي بدوش يدفع مصاري. خمسة؟ تمام. يوداسيتي هي شركة راح تعاونت مع أمازون وجوجل وفيسبوك والشركات هذول، وإجي حكولهم إنه شو اللي بتدوروا عليه في الناس بدهم يجوا يشتغلوا عندكم. وبناء عليه عنده تخصصات، برنامج اسمه نانو ديجري. نانو بتعرف الأصغر من المايكرو أو شيء زي هيك. برامج تطبيقية في عدة تخصصات، منها مثلا في تخصص فرونت إند، في تخصص فول ستاك ويب ديفلوبر، في تخصص أندرويد ديفلوبر. هذول التخصصات تقدر تفوت عليهم وتسجل واحد فيهم. رسومه هلا شهريا $200، لكن في عندهم عرض انه اذا تتخرج من البرنامج هذا خلال سنه برجعوا لك نص مصاري. حلاوه هذول التخصصات انه انت عملي، وإذا ما تسجل بتصير تشتغل عملي وبعطوك بروجكتس، وفي ناس بتصلح لك البروجكتس وبتاخذ فيدباك، بتستعمل تولز من اللي بيستعملوها الشركات اللي حكينا عنهم. هلا لو بدكش تدفع تقدر تفوت على الاقل على هذول البرامج وتشوف شو المحتوى تبعهم، وانت روح دور على مصادر مجانيه عشان تتعلم هذا المحتوى. تمام؟ هون حولت عربي لشغله مهمه، انه بدي احكي لكم انه بفرض انه جامعتك، طبعا هذا الحكي حكيت في كل جامعه، انا جامعتي نجحت جامعتي مركزيه، لكن لو انت برايك انه جامعتك نظام قديم او انه الخطط الدراسيه بحثتهاش على كيف التكنولوجيا بتصير، او المدرس بشرحش منيح، مساعدين البحث بيساعدوناش في التجارب، هاي شفتها صح؟ اوكي؟ هذا كله زمان كان يكون عارف. إذا الدكتور كان زمان اللي بدرس جافا ما فهمش جافا منيح فغالبا راحت على الطالب، لكن هالأيام مالكش حجة. على قولة المصريين هذا الهاشتاج هذا انتشر عليه بشكل مستمر عشرات المساقات اللي ودورات وفرص ببلاش زي هذول على كورسيرا وغيرهم، بحيث ان انت تقدر تفوت وتدرس. بالتالي لو انت درست الجافا وخلصتها نجحت بس انا مش حاسس حالي فيها مش تمام، بقدر اروح ادرس كورس جافا على واحدة من المنصات هذول ببلاش، بطلع من اخر ماسترنج ات. لانه بالاخر يا جماعه الخير بكره لما تيجي انت على المقابله تيجي تقول له انه الدكتور اللي درسنا اوبجكت اورينتد ما فهمش، مش رح يجي اللي بقابلك يقول لك يلا معلش بنسامحك في الاوبجكت اورينتد المقابله. تمام؟ فمالكاش حجه. للي بيعرفني بيعرفنيش، انا اسمي جعفر حجير، ركزت انه اعرف على حالي بالاخر مش بالاول لانه المهم اللي بحكيه مش مهم. انا اسمي جعفر حجير للي بيعرفنيش، واللي عجبه اللي خرفته هذا كله فموجود على السوشيال نتوركس هذول اللي مدونتي وبتقدروا تتابعوني هناك. بحاول بين فتره والثانيه انشر تحكيها انه يا حضرة طالب جامعة النجاح الوطنية المحترم، ما ترضاش بالقليل وما تقللش من قيمة حالك. زملائك من نفس الجامعة ومن نفس التخصص درسوا وقدروا يوصلوا لشركات عالمية زي مايكروسوفت وجوجل وغيرها، وانت مش اقل منهم، عندك نفس الفرص، عندك نفس الخيارات المتاحة. بدك تشد حالك وابديت يور سيلف اذا ماست،
وبالآخر في شيء خارج الأجندة بدي أحكيه من لقاء طالب خبير اللي صار في بيرزيت يوم الأربعاء الماضي. كان في شاب جاي مع مرافق لممثلين إحدى الشركات، وهذا الشاب بدرس بيزنس لكنه بيشتغل ويب ديفلوبر في شركة. في ناس مش منكم يا جماعة الكمبيوتر عم يفوتوا على هاي منصات التعليم المجاني ويتعلموا ويبنوا بروجيكتس وصاروا يتوظفوا في الشركات المحلية، لأنه بالآخر شركاتنا هون بتهاجر عجز، شركاتنا بتوظف اللي بيقدر يمشي الشغل، وبالتالي إذا هذا اللي دارس بزنس بيقدر يمشي لي شغلي فأهلا وسهلا. فديروا بالكم إنه الشغلة مش رفاهية إنه أروح أتعلم أطور من حالي، يعرفوا إنه في ناس في البلد هون تخصصاتها من هالشغل صارت تيجي تتعلم برمجة وتبلش تشتغل. وحتى من زمان أنا إحدى زميلاتي اللي كانت معي في إكسل في سيسكو كانت هي خريجة بيرزيت فيزياء لكن ماخذة ماينر، يعني اختياري 6 ساعات أو 9 ساعات في البرمجة، تمام؟ فأبديتينج يور سيلف إز ماست، ديروا بالكم على حالكم واشتغلوا منيح على حالكم خلال الأربع أو 5 سنين هذول، لأنه رح يجي يوم عليكم بصراحة ومرت علينا إنه ندمنا على كل شيء ضيعناه في حياتنا، سواء على علامات ضيعناها وما جبناهاش أو على وقت ضيعناه ما استغليناش حالنا فيه منيح. والفرص المتاحة لكم بحكيها بكل صراحة لو نيجي لدفعتنا والناس اللي من هذاك الوقت، الفرص المتاحة لكم هالأيام صدقاً ما كانت موجودة قبل. اشتغلوا على حالكم، والبلد بدها موظفين، بدها خريجين أكفاء، فالفرصة قدامكم. Thank you.